أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، دائب يعني في حالة استمرارية من الحركة، لأن الكون أسس على الحركة. ما نشاهد منها من الحركات وما لا نشاهد، الكون كله مؤسس على التحرك، أخذا من الشمس والقمر الدائبين وانتهاء إلى الذرة الصغيرة التي لا تأتي إلا بالعين المسلحة بالمجاثر وما أشبه. هذه الآيات المباركة وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار، لأن الليل والنهار أيضا دائبين، ليل ونهار بسرعة فائقة منذ خلق الله هذا الكون. لماذا التنبيه على دائبين وسخر لكم الشمس والقمر دائبين؟ الدؤوب يعني الاستمرار في الحركة السريعة، هذا يسمى دؤوب. ودائبين صفة لهما للشمس والقمر، تنبيه على أن الكون كله في دؤوب وفي استمرار في الحركة، وأن الإنسان الذي يريد النجاح يحتاج إلى الاستمرار في الحركة. الناس طبيعتهم من أول يوم لا يلتفون إلا حول المتحركين، الساكن لا يلتف الناس حوله، مصلحا أو مفسدا لا فرق. الذين الناس يلتفون حولهم هم المتحركون، لأن الحركة هي التي تجلب الانتباه، أما السكون هذا لا يجلب الانتباه. والله سبحانه وتعالى جعل كل الكون متحركا، حتى الشيء الذي لا نتصور تحركه، مثلا هذا الحائط نتصور انه جامد، لكن بينما هو متحرك انواع من الحركات، الحركة الوضعية والحركة الانتقالية والحركة في ذراته، وفي كل شيء منه حركة. وطبيعة الناس هكذا، شوفوا جمال البحر، اذهبوا الى البحر وانظروا الى جماله، جماله في الحركة. المياه الجارية جمالها في الحركة، الليل والنهار جمالهما في الحركة، الربيع والخريف جمالهما في الحركة. الشاعر يقول: سافر اذا حاولت قدرا، سار الهلال فصار بدرا. الهلال اذا كان يقف ما كان يصير بدرا. والماء يكسب ما جرى طيبا ويخبث ما استقر. اجعل الماء في الحوض بعد اسبوع يخبث. اما ماء النهر الجاري وماء البحر الجاري، لان ماء البحر ايضا جاري لكن جاري تموجات، والماء يكسب ما جرى طيبا ويخبث ما استقر، وبنقلها الدرر المنيرة بدلت بالبحر نحرا. الدر واللآلئ إنما بانتقالها بدلت بالبحر النحر. وشعر آخر يقول: إن هذا الربيع فصل جميل، تا
تضحك الأرض من بكاء السماء. ذهب حيثما ذهبنا، الذهب الأنوار والأزهار الذهبية الجميلة، ذهب حيثما ذهبنا، ودر حيث درنا، حبات الغمام وحبات المطر، وفضة في الفضاء، السحاب كالفضة. إن هذا الربيع فصل جميل، تضحك الأرض من بكاء السماء، ذهب حيثما ذهبنا، ودر حيث درنا، وفضة في الفضاء. جمال الكون بالحركة، والناس يلتفون حول المتحركين لا الساكنين. المتحرك طيبا أو خبيثا لا فرق، الخبيث الساكن الناس لا يلتفون حوله، والطيب الساكن الناس لا يلتفون حوله، وإنما يلتفون الناس حول الطيبين المتحركين، والخبث أيضا المتحركين. حركة، تقلب، تقلب بالمعنى اللغوي الصحيح، يعني حالة إلى حالة وحالة إلى حالة، هذا هو الذي يجلب الانتباه. وبقدر أن يكون إنسان أو شعب أو أمة أو جماعة متحركون، بقدر التفات الناس حوله. كنا نأخذ احتفالات في كربلاء، يمكن الشيخ كاظم، الشيخ عبد الرزاق والسيد من الأصدقاء الجالسين الآن هنا شايفين هالاحتفالات قبل 15-18 سنة بمناسبة ميلاد الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هذه الاحتفالات الحقيقة بعض الأصدقاء يجب أن يشاهدوا أفلامها التلفزيونية وكذلك أفلامها الصورية حتى يصدقوا ماذا أقول، لأن الحفلة كانت رائعة إلى أبعد الحدود. وكان أحيانا مثلا في مرة دعونا الحفلة 40 من السفراء فقط، من السفراء الإسلامية وغير الإسلامية الذين كانوا في بغداد باسم مهرجان الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وزراء ضباط قوات حتى من خارج العراق، كنا ندعو للحفل في حفل صاخب رائع. ما علينا الآن بهذا الشيء، وإنما علينا بأن الحفل كان جماله التصفيقات الهائلة. قسم من الناس يقولون التصفيق مكروه، أي دليل على كراهة التصفيق؟ هل هناك دليل على أن التصفيق مكروه؟ الشكر، ما عندي دليل على كراهة التصفيق أبدا. وأنا رأيت شخصيا السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه كان جالس في حفل الإمام أمير المؤمنين، ودعوناه من النجف رجاء إلى كربلاء السيد محسن المرجع الأعلى في زمانه، وحضر التصفيقات التي تعج سماء كربلاء بها، واقعا تعج، لأنه كانت المكبرات في كل كربلاء، يعني إذاعة موضعية، والتصفيقات كانت تعج إلى السماء بالروعة قائلة. حركة، الناس كانوا يجتمعون اجتماع أهول من الهائل. أما تعال فرد حفلة اقرأ في الشعر، ولا أحسن ولا أعب ولا تصفيق ولا صلوات ولا تهريج، الناس ينامون. وبالفعل الخطيب الذي كان يصعد المنبر في كربلاء مثلا فرد مرة دعونا جورج جرداخ، هذا يجي ألقى كلمة لكن كلمته مو بتلك الجمال، صاحب الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، مو بتلك الجمال، الناس ما صفقوا له، وإذا المجلس غاص بالتكلم، كل واحد يتكلم مع الآخر. الناس لا يلتفون حول الأموات، الناس يلتفون حول الأحياء وحول الحركات. المتدينون الآن سقطوا لأن معظم حركة. الآن لاحظوا منابرنا، هذه المنابر غالبا خطيب يصعد المنبر وعشرة عشرين ما يحضرون المجلس في عامة مجالسنا، وشاي وانتهى كل شيء. الشباب اين يذهبون؟ الشباب يذهبون الى المباريات. لماذا الشباب يذهبون الى المباريات؟ لانه تموج بالحركة المباريات، كله حركة. المباريات يعني شنو؟
المباراة يعني فريق وفريق يتباريان، وهناك إما إلى هؤلاء وإما إلى هؤلاء، أيضا عندهم حركة هؤلاء ويخبصون العالم، حتى أنك إذا فتحت الراديو تحب أن تسمع بينما تصافح لا أكثر ولا أقل. هل تستفيد منه شيء؟ أبدا، دينا دنيا آخرة. وإنما الحركة هي التي تهيج الناس. أنا أذكر في العراق الإخوان يذكرون الكربلائيين أن عزاء طويريج، عزاء ضخم أحيانا يصل إلى 1,000,000 إنسان. هذا العزاء في الحقيقة له روعة لكل القضايا الأخرى ما فيها روعة، لأنه رسم أبوكي يرفضون الناس، 1,000,000 إنسان يرفضون. ولذا فرد غجة من أول ما تدخل هذه الجماهير كربلاء، من طواريج مكان قريب من كربلاء ثلاث فراسح، يبتدئون من هناك مشن على الأقدام. ودائما الحكومات تمنع هذا العزاء، صار العزاء الحكومات تمنعه. لماذا تمنع هذا العزاء بالذات؟ بالحركة ولا أكثر ولا أقل، لأنها تهيج. ولذا لما تدخل هذه الجماهير مدينة كربلاء كل تسمع ضجة إلى أخير حركة. كلكم شايفين كربلاء هذا الشيء، والذي ما شايفه السنة يروح إلى كربلاء يشوف هذا الشيء. في زمان الملكين منعوه، في زمان عبد الكريم منعوه، في زمان عبد السلام منعوه، في زمان عبد الرحمن منعوه، يمنعوه والناس لا يمتنعون. احتفالات أخرى أكو، مواكب أخرى أكو، قرايات أخرى أكو، هذا اللي يمنع. لماذا هذا اللي يمنع؟ سره فيه جمع الجماهير حول نفسه، وفي الحقيقة يجمع الجماهير حول نفسه، لأن التاجر والعالم والخطيب والكاسب وكل إنسان يركض مع هؤلاء. شيء واقع مدهش وعجيب. وله قصة ذكرناها ذات مرة، والآن لسنا بصدد هذه القصة، لكن من الأحسن أن نذكر هذه القصة. ولو قلنا الآن مو مجال هالقصة، أحد علمائنا الكبار وهو السيد مهدي بحر العلوم، هذا عالم كبير في زمانه، هذا ينقل على أنه رؤية وهو يركض مع هؤلاء، نقل متواتر هذا، وهو مرجع أعلى في زمانه. قال له سيدنا شنو هذا العمل بنا؟ هذا الإنسان العادي إذا يركض ويا هؤلاء إحنا نقول على أنه هذا مو صحيح، فأنت مرجع أعلى وشايب وسيد وتقليد وكل شيء وتركض مع هؤلاء؟ ما أجبه سيد بحر العلوم، حتى أفروا عليه خواصه. قال إني رأيت الإمام الحجة يركض مع هؤلاء. إذا صح هذا الحديث، لماذا الإمام الحجة يركض مع هؤلاء؟ لأن سيدنا مهدي بحر العلوم من المعروف أنه كان يشاهد الإمام الحجة صلوات الله عليه، لأن هذا شيء يلفت ويلف الجماهير. ترى الحاكم والمحامي والقاضي والوزير، في الحقيقة يجب الإنسان يرى حتى يصدق، والطبيب والمهندس والعالم والكاسب والتاجر والمتكبر وغير المتكبر يركضون. الحركات تجمع الناس، الملهى يجمع الناس، المرقص يجمع الناس، المسرح يجمع الناس، المباريات تجمع الناس، الاحتفالات الصاخبة تجمع الناس، هذه الأشياء تجمع الناس، المظاهرات تجمع الناس. الآن خلي في مظاهرات تطلع في الكويت، مظاهرات في أي شيء من شؤون الحياة ما علينا، مظاهرات سلمية أو غير سلمية، ابتداها 20 واحد إلى أخير المظاهرات شوف 10,000 إنسان صار، لأن كلهم انضموا إليه. حتى تسأل منهم إلوش ضممتوا ما يدروا، يقول أم النصر الدين فرد يوم الجفال الذو، فقال لهم إن البيت الفلاني يقسمون حلوى، الجهال ركضوا إلى ذاك الجانب، أم النصر الدين أيضا ركض معهم. قال عمي أم النصر الدين أنت الذي كذب، فكيف تركض معهم؟ قال لابد أكو شيء، ولا هذول ما يركضوا. كل إنسان يشاهد راكضين يأخذ معهم ويتبعه في الحياة. وصدق إذا الكرة الأرضية في دقيقة وقفت عن الحركة كل الكواكب تنهار، لأن يقولون أن المجموعة الشمسية الجاذبية تربط كلها بكلها، حتى أن واحدا منها لا يتمكن الوقوف، كلها تسير. لازم يكون عندنا نحن المتدينين في كل أمورنا حركة، حركة دائبة، دائبين، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين.
اما تعالوا اقعدوا هنا وتكلم بميزان تدريجيا. يحتضن علي بن ابي طالب يصيح ويقتل ويضرب من صغره، حديث مشهور كلكم سامعين، وفي البحار مذكور ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا خرج المشركون اغروا به جهالهم واطفالهم، فكانوا يرمون الرسول بالحجاره. علي بن ابي طالب كان يخرج مع رسول الله احيانا وهو طفل صغير، فاذا راى طفلا رمى رسول الله بحجر انقض عليه وقضم خشنه وانفه باسنانه. هذا الطفل يشرب، صار الاطفال هم ايضا يشربون، ولذا سمي علي بقضم. قضم يعني يقضم، مثل قضم الفجل، شلون يقضم اذنه وانفه. من الصغر الإمام أمير المؤمنين متحرك وحرك. وصدق أن الإمام إذا يحشر اليوم ويبعث من قبره يكون أكثر الجماهير تحركا. نحن تركنا التحرك، هم أخذوا التحرك، الناس التفوا حولهم لا أكثر ولا أقل منه. وما أقصد بالتحرك إلا التصفيق في الاحتفال، لا، ولا الركض في عزاء طويريج، لا، فقط أنت ابني مسجدا هذا تحرك، ابني مدرسة تحرك، ابني مؤسسة تحرك، ابني مكتبة تحرك. يذكرون الكربلائيون أيام اللي كان يطلع موكب الحفاظ، يذكرون احنا كنا في الحقيقة مسيطرين على الشارع في كربلاء وحتى في غير كربلاء أحيانا، هذا اللي يقولون فلان مسيطرين على الشارع، احنا كنا مسيطرين على الشارع ولذا حاربونا هالمحاربة. فكان طلاب الحفاظ، عندنا تقريبا 1500 طالب للحفاظ، مدارس الحفاظ، حفاظ القرآن الحكيم، فذول بمناسبات أفراح يطلعون في الشوارع ويقرؤون الأشعار والنشيد في ألبسة خاصة. كربلة كانت تتحرك مع هؤلاء الأطفال، كربلة كانت تتحرك مع الأطفال صغار عمرهم 6 سنوات 8 سنوات 10 سنوات 12 سنة ابتدائية. فما أقصد أنا بالتحرك يعني التحرك إلا في كذا وكذا، كل شيء حركة، لكن حركة، الحركة تجلب الناس. الغربيون والشرقيون والملحدون والكفار هؤلاء يسيطرون على الحركات والناس يلتفون حولهم. إذ تكونوا تلك الحركات الناس يلتفون حولكم. سوينا احنا هنا افلام سينمائيه في المكتبه بعد تهجم المتدينين تركناها، افلام قسم من الاسبقاء شاهدوها والناس يلتفون، شباب خصوصا اذا فيلم مربوط افلام دينيه او علميه او ما اشبه، حربيه او ما اشبه، الناس يلتفون شباب. لكن تعال قول أن زيد بن أرقم يصعد المنبر في هذا المكان ويبين لك عن فضائل شرب ماء الفرات، شمشب يأتيك، شم يحتاج إلى فضائل شرب ماء الفرات. فرد واحد خطيب من أصدقائنا الله يحفظه، خصوصا الخطيب هو يجب أن يكون واضح، هذا كان يقرأ منطق في كربلاء، وفي المنطق معروف حاشية ملا عبد الله يقول الإنسان حيوان ناطق. هذا راح إلى بصرة رزم مدعي، راح إلى البصرة وجماهير التفوا حول منبره فوق المنبر، قال على أنه الإمام علي كان حيوانا ناطقا. المعدان قاموا بصوا من ذاك البص العام، ملعون الوالدين، الإمام علي حيوان، وانفضوا من حوله. الخطيب لازم يحرك الجماهير، سواء خطيب احتفال او خطيب منبر، اما يقعد بسكون ولا تحريك الناس هم يتنقصون. ما قل لا تاخذهم سنه ولا نوم، تاخذهم سنه ونوم، مو لا تاخذهم سنه ونوم. شايفين قسم من الخطباء وقت اللي يشوفون اغلب الجماهير نايمين في مجلسهم يصلون على محمد حتى يقومون يفزون من النوم، هذا هو، لان الصلوات حركه ونوع من الحركه ايضا. الحقيقه ان نحن كل فرد بحاجه الى ان يكون متحرك، بناء، تاسيس، مظاهرات. مظاهرات ما اقصد اي مظاهرات انا بطبيعه الحال، وانما اقصد المظاهرات المشروعه، حركه.
الحركة للجماهير هي التي تلتف الجماهير حوله. ولا أنت إنسان متدين، ورسول الله إذا كان في مكة يقول أنا متدين وهذا هو صدق، أربعة ما يؤمنون به، بس يبقى على خديجة وعلى علي بن أبي طالب وعلى أبو طالب. هذا يعرض نفسه على القبائل، يروح يخطب يسب يتكلم، نصف القرآن لاحظوا شوفوا كل حركات، وأصلا القرآن إنما تنقل الحركات في الحقيقة. أخذوا من قصة آدم حركة إلى قصة نبي الإسلام حركة، كله حركة معين. بس نحن المسلمين تركنا الحركة، الغربيون والشرقيون أخذوها. في الحقيقة إذا المباراة كان تحت إرشادنا، إذا المسرحيات كان تحت إرشادنا، إذا السينمات كان تحت إرشادنا، حتى السينما تهيج لأنه حركة في الشاشة. إذا ما كانت حركة في الشاشة كل واحد ما يجي إلى السينما يشوف تصوير واحد، خلاص هذا هو تصوير موجود. لكن يرون حركة يأتون إلى الحركة. الأفلام الحربية حركة. لماذا نحن نترك هذه الأشياء بأيديهم؟ نأخذها لا أكثر ولا أقل. تلفزيون حركة، الإذاعة حركة، تنقل لك أجمل الأخبار وأخير الأخبار. قبل ساعتين فلان مكان مظاهرات أو قتل أو مضاربة أو كذا، تنقل لك الراديو يعني حركة. حركة يعني شنو؟ الكون كله حركة. قصة جميلة ولعل بعض الأصدقاء سامعيها، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حروب الرسول تقريبا 120 حرب، المشهور 80، وأبو حديثهم على 80، أما المجموعة التي جمعت سواء حارب الرسول فيها أم لم يحارب بنفسه أو بغيره سرايا ومحاربات، 120 تقريبا حرب أكل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأظن أني جامع كثير منها في كتاب عندي التاريخ الصحيح، كان يدرس في مدارس كربلاء، أظن جامع كثير منها. قسم منها الرسول حضر، وقسم منها الرسول لم يحضر صلى الله عليه وسلم، وقسم منها وقعت الحرب، وقسم منها لم تقع الحرب. الرسول كم سنة في المدينة؟ 10 سنوات كلنا نعلم، 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة. 10 سنوات يعني كم شهر؟ 10 سنوات 10 في 12 يعني ايش كثر؟ 120 شهر. لكل شهر للرسول حرب. شيء عجيب ها حقيقة. لكل شهر واحد للرسول حرب. أما حديث الإمام الرضا صلوات الله عليه أن الرسول حارب 80 حرب، هذه الحرب التي وقعت فيها الاصطدامات والقتال. وحتى إذا 80 في كل شهر ونصف حرب. يعني كل 45 يوم حرب، وحرب تلك الأيام ها، مو سيارات. يعني لازم يرحون بأرجلهم. أكثر أتبع الرسول حفان ما عندهم بطبيعة الحال دواب وما أشبه، وإنما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يذهب هكذا. حتى أواخر حروب الرسول أكثر جماعته حفان. فإذا فرضنا أن الرسول حارب 120 حرب، فيعني لكل شهر حرب. وإذا فرضنا أن الرسول حارب 80 حرب، فإن الإمام الرضا فسر قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن عديدة، في مواطن كثيرة صح كثيرة، فسرها بـ80 في قصة ما علينا الآن بالقصة. فـ80 اصطدامات، وغير الـ80 ماكو اصطدامات على المشهور، أو بقى على 80 اصطدامات في كل شهر حرب، وحرب قمة الحركة. أو في كل شهر ونصف حرب، والحرب قمة الحركة. ثم الرسول في بين هذه الحروب، أني أنصح الأصدقاء بمطالعة تاريخ الرسول، تاريخ مطالعة دقيقة تطبيقية، مو سمعنا من فلان منبري أو قرأنا في فلان جزء. في الحقيقة تاريخ عجيب. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غير هذه الحروب كل في وسط يتحرك، ولا الرسول ما كان يتمكن يأخذ بزمام العالم، أخذ الرسول بزمانه بزمام العالم. راجعوا تاريخ الرسول بعد فتح مكة، الرسول كان يبعث السرايا لكسر الأصنام وهدم الكعبات، لأن هذه الكعبة الموجودة هذه كعبة، وهناك كعبة وهناك كعبة وهناك كعبة وهناك كعبة وهناك كعبة. Thank you.
كبيرة وبعضها صغيرة وبعضها قبائل وبعضها قبيلة حولها وعلى هذا المعدل. الرسول بعث سرايا لكسر هذه، يا علي اتوا فلان وفلان روحوا اكسروا هالكعبة، يا عمرو العاص اتوا فلان وفلان روحوا اكسروا هالكعبة، ولا 100 كعبة كانت حول هذه الكعبة الموجودة الآن. يعني مو بس الحروب تحرك الرسول فيها صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما تحرك بين الحروب لتصفية الأجواء. هل يصفى الأجواء؟ هل تصفى الأجواء؟ السنة يروون عن عائشة يقولون إن قالت إن الرسول كان أسرع القوم إلى كل حدث، وهذا صحيح لأن أكو شواهد لهذا القول. يعني أنه فرضا يصير فرد خمسة على البحر، أول من يصير الخمسة هو الرسول، يركض الرسول بنفسه إلى الخمسة. رسول قطعة الحركة وقطعة الجهاد وقطعة البناء. أحد المؤرخين صاحب البشرى يذكر في تاريخه أن المساجد التي بناها الرسول في المدينة ما يقارب 50 مسجد. 50 مسجد في المدينة بناها الرسول ما يقارب، ما أدري 48 49 شك مني الآن، أقل شيء 47 مسجد بناها الرسول صلى الله عليه وسلم. يبني مسجد ويبني الدار، كل الدور بناها الرسول، بناها المدينة. الفقراء هم الكويتيين ولا السعوديين ولا المسقطيين ولا الإيرانيين ولا العراقيين، عندهم فلوس ونفط، فقراءهم، فهم يبنون بيوتهم بأيديهم، بناء بيت وزراعة وحركة وموعظة وخطبة وسب وحرب وتهجم وكلام، وهالخبص اللي الرسول صلى الله عليه وسلم خبصه. قطعة من الحركة. بعد موت الرسول أحد المنافقين قال لصديق له، قال له كيف انقدتم إلى هذا الرجل؟ شلون أخذ زمامكم هذا الرجل؟ لأن الرسول الآن نحن نحترمه، أما في زمانه فرد حكومة ثورية بتمام أبعاد الثورة. الآن الحكومات الثورية مو كل أبعاد الثورة واقع، حتى الصادق منها الكاذب وكاذب شي واضح، الصادق منها مو بكل أبعاد الثورة، لأن الثورة لها أبعاد، أبعاد نفسية، أبعاد اجتماعية، أبعاد اقتصادية، أبعاد سياسية، أبعاد عسكرية، الثورة لها أبعاد، هذا لا شك فيه. قال له كيف انقدتم إلى هذا الرجل هالانقياد العمياء أعمى وهالإطاعة العمياء؟ جوابه، شاهدي في جواب هذا الرجل، قال له ويلك إن الرسول لم يمهلنا للتفكير، ما عندنا حتى وقت التفكير. صبح صلاة وبعد خطاب، لأن الرسول بعد كل صلاة يخطب ولو 10 دقائق. محمد الغزالي يذكر في كتابه أن خطابات الرسول كان 10 دقائق وربع ساعة على الأغلب، إلا الخطابات الكبيرة، وما أدري هو من أين ينقلها. عنده كتاب اسمه فقه السيرة، كتاب جميل ولو فيه النوع من الانحراف، لكن كتاب جميل لأنه محلل التاريخ وأنه ناقل التاريخ. قلنا 3 أشخاص أكو في يوم، صانع التاريخ، ناقل التاريخ، محلل التاريخ، فقه السيرة من هذا النوع، تعليل التاريخ، هو ينقل لنا. صبح صلاة وخطاب، وظهر صلاة وخطاب، وعصر صلاة وخطاب، ومغرب صلاة وخطاب، عشاء صلاة وخطاب. صوروا هذا الشيء أصلاً، ولو أن الرسول دائما ما كان يصلي في 5 أوقات. أكو أحاديث عن السنة وعن الشيعة أن الرسول أحيانا كان يجمع بين الصلاتين وأحيانا كان يفرق، لكن الذي يفرق أكثر. ولو الأفضل لنا أن نجمع، في بحث ذكرناه في الصباح أكو أحاديث الجمع لنا أفضل، وإنما التفريق كان الرسول يفرق لأحاديث أكو، لأنه كان يعلم أنه لا يموت. يعني أنا ظهر صليت ما أعلم أموت لو ما أموت، فمن الأفضل أن أصلي العصر. أما الرسول كان يعلم أنه لا يموت، ولهذا يؤخر العصر، يؤخر العشاء، رواية حتى عن سنة أبي. أخ العطاء وقضاء وحرب وحركة وصباب وهم أشياء الحكومة، يعني الرسول رئيس حكومة وفي نفس الوقت رئيس دين وفي نفس الوقت رئيس جيش وفي نفس الوقت رئيس القضاء وفي نفس الوقت رئيس المال، كل شيء هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لذا هذا الشيء جمع الناس حوله. حتى في إحدى الحروب، حرب مشهور أظن حرب أحد، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء
أثخنوا بالجراح ورجعوا وانتصروا. قسم من المؤرخين أنا سامعهم وقسم من الخطباء يقولون الرسول ما انتصر إلا في حرب أحد. هؤلاء لا يفهمون ولا يطالعون. الانكسار يعني العدو ينهزم وأنا أبقى، أو الانكسار معناه على أنه أنا بقيت وهو انهزم. من هزم؟ من هزم؟ في حرب أحد صحيح أنه أولا الرسول انتصر انتصار كاسح، وبعد ذلك الرسول أصيب هو وجماعته بقتلى وجروح، لكن النتيجة الرسول انتصر بدليل أنه بقي في موضعه والكفار نازموا. فالرسول من هزم حتى في حرب أحد. إذا أنا انكسرت أنا انهزم وأنا أبقى، أنا أبقى إذا انتصر، وإذا انكسرت انهزم. في حرب أحد أخيرا من انهزم؟ الكفار انهزم، بل الرسول اعتق قتله، هذا صحيح. والانتصار الكاسح الذي انتصره أولا ما دام، هذا صحيح. لكن الرسول انتصر أخيرا، أدخلوا بجروح، الرسول كسرت رأسه المبارك جبهة المباركة، والكفار انهزم راح، والرسول بقي. دفنوا قتلاهم، جمعوا أشلاءهم، يعني الرسول منتصرها يتبين على الشيء. رجعوا إلى المدينة. لما رجعوا إلى المدينة علي في ذلك الحرب في بعض الأحاديث أصيب بتسعين جراح أو بسبعين جراح، جرح حتى أنه كان نايم على حصيرة صلى الله عليه وآله وسلم على رسول الله وعلى علي، كان نايم على الحصيرة وهو يتمكن يتقلب. سبعين أو تسعين جرح في بدنك. نزل جبرائيل على رسول الله، يا رسول الله كيف تضع السلاح والملائكة بعد مسلحون؟ ما لك حق تضع السلاح، لأن الرسول دائما كان مسلح. ماذا أعمل يا رسول الله؟ قم للحق ولتأخذ معك الذين أصيبوا، مو الذين ما أصيبوا، لا هذول هيش خليهم خطرك، الذين أصيبوا. حتى لما نادى منادي الرسول أيها المصابون بجروح اطلعوا لحرب ثانية، تعجب الناس شو هذا القانون؟ لكن هذا القانون كان قانونا إلهيا للتلقين والتدريس، مو أربع جروح أصابك في بيتك نام. في بعض التواريخ رجعوا التاريخ أن بعض المسلمين كان يحمل بعضهم بعضا، هو مجروح وصديق مجروح، لكن صديق ما يتمكن يمشي فيحمله على كتفه يروح. إذا كانوا مثل إحنا المسلمين صدق اليهود كانوا يسيطرون عليهم مثل ما سيطروا علينا، بس خطابات وصياح ومؤتمرات ومهازل وبكاء وكذب ودجل. هالشكل الرسول انتصر، عم الدجل وكذب ومؤتمر وصياح والنياح وكل شيء موجود. وعلي لم يتمكن من المشي في هذه الحرب الثانية، فأخذ اثنان تحت إكفيه وكان يجر رجليه وهو البطل، ما كان يتمكن يمشي، لأن 90 جراح مش قدر ينزف من الإنسان الدم، شيء واضح. فذهبوا إلى الحرب، ولما رأهم الكفار، قصة طويلة ما علينا بالقصة، كان عليها حلقة عن القصة، فلما رأهم الكفار قالوا عجيب هؤلاء جرحاهم يحاربون، انهزموا انهزموا. وكانت الفلسفة هو هذا أو هي هذه، عمت على المسلمين اليوم أناس حقيقة لا خير فيهم، أحسن كلمة يقال فيهم أنهم لا خير فيهم. الله تعالى قتل ما يسنط اليهود علينا، الله يقول في القرآن الحكيم كلا نمد، يعني أنا ما عندي فرق مسلم وكافر، أنا أمدكم كليهما في الحياة الدنيا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الله هو أقرباء إلي ولا أقرباء لليهود، من عمل للدنيا الله يعطيه الدنيا، من عمل للآخرة الله يعطيه الآخرة، ومن عمل لهما الله يعطيه ما له، قاعدة كلية. اليهود أنشط وأحسن وأعمال وأكثر خبرة وصناعة وفكرا وترقية، الله قال للمسلمين ذلوهم وكفوا على رؤوسهم. وأنا أظن أنه بعد مدهر يهود يكفخون على رؤوسنا أكثر واقع، لأن الظواهر هذا على هذا تدل، السلام وملام هذني كل كذب.
لأن تركيبتنا وطبيعتنا طبيعة ذل. طبيعة عبيد. ابراهام لنكولن في وقت اللي ألغى العبيد في أمريكا، عبيد طلعوا مظاهرات ضد ويريد يحررهم، هم طلعوا مظاهرات ضد، لأن طبيعة العبيد أحيانا الأمم تتحول إلى عبيد. خل يكون عندهم 20,000 مسجد وخل عندهم 1,000,000,000 نسمة، لكن طبيعتهم طبيعة العبيد، طبيعة الكسالى، طبيعة المغفلين، طبيعة الجهلة، طبيعة الحمقى، طبيعة المتأخرين. فلا الله سبحانه وتعالى أعدل من أن يسلط 1,000,000 على 800,000,000. أنت تذهب إلى مسجدك وتخطب أيها اليهود الملائون، هو يشتغل شنو فائدة خطابك أو ضرب قلم اكتبت أو اكتبته أنا، هو يشتغل. يهود تدرون أمريكا ليش معتمد عليهم هالاعتماد الهائل؟ لأنهم حتى في الاتحاد السوفيتي هم يضعون الاتحاد السوفيتي، حتى في الاتحاد السوفيتي وهم قلة ما يصلون إلى 1,000,000، وحتى في الصين هم يحركون الصين، لكن تاريخهم وشوفوا هذا مو مبالغة. أناس مفكرون، أناس عاملون، خلوا الدنيا خلوهم للدنيا، والله ما يتوب الآخرة صحيح، أما أناس أغلب فواكه أوروبا منهم، أغلب الفواكه مال أوروبا المركبات منهم، إيطاليا، إنجلترا، فرنسا، مليونين ومع 1,000,000 مشكلة داخلهم وخارجهم. وأنت عندك أراضي وعندك ماء قاحل. كشف الغطاء الله يرحمه محمد حسين كشف الغطاء شوان حسين يقول في كتاب الله، أظن اسم الكتاب الميثاق العربي الوطني، أظن رأيته في هذا الكتاب، لا كتاب صغير له، يقول العرب كل شيء ما عندهم غير انهم امناء يستهزئ بهم، وهو رجل عربي يقول العرب كل شيء ما عندهم الا انهم امناء، يخاطب العراقيين في زمانه يقول كيف هم امناء، لانه ينصب في بلادهم دجل والفرات فلا يمسونه بسوء حتى يصب في البحر باسماكه. شوفوا في الميثاق العربي الوطني، هو من تحت الارض يخرج الماء ويزرع وكل شيء يصنع، وأنت عندك ما يصب في البحر. ولهذا الله سلطه. نحن المتدينين إذا صدقنا نحتاج إلى حركة دينية في كل الأبعاد. قسم من الناس يقولون هذا على الحكومات، صح على الحكومات لا شك فيه، لكن الرسول حدد المسؤولية، كلكم راع. هل كل إنسان عند قدره يعمل؟ حكومات صحيح مسؤولة لا شك فيها، لكن هل كل واحد منا يعمل قدر إمكانياته؟ الآن سيجده هو المطار خبص، شنو الخبص؟ كل صرف الفلوس والتضرر، لا نقول شيئا أزيد من هذا، ولا نقول الحرام ولا أي شيء آخر. خلاص استريح هناك وهنا تحت المبرد نستريح. هناك فرد شاب من أصدقائنا قبل سنتين ما شفت في الديوانية، على ما نجي إلى الديوانية. بعد ذلك شفت فرد ليلة، قلت لها خيرا وين كنت؟ قال كنت مسافر إلى دنمارك. قلت ماذا دنمارك؟ ما هي خصوصية؟ قال يعني أنا كنت أشتري حليب دنمارك من هذا البقال أمام بيتنا، رحت أشوف دنمارك شلون. شوف العقلية من الحقيقة، ولا أي حد تصل عقليتنا نحن ونتأخر ونقول لماذا اليهود؟ لا اليهود قد بسيط، مسيحيين يأتون نفس الشيء، بهائين بهائين شم واحد في إيران، صدق أحصاءهم ماكو 100,000، صدق ماكو 100,000 بهائي، 100,000 ماكو في إيران. والمسلمون في إيران كان على أقل تقدير 35,000,000، لأنك إحصاءات خارجية يقول 40,000,000، 35,000,000 مقابل 100,000. هم عن شخص نشاطا شخصيا، ها قطع نظر عن الحكومة أبدا، نشاطا شخصيا هم عن شخص يروحون إلى القرى والأرياف والصعوبات. أحد أصدقائي نقل الآن الصديق موجود، قال في طهران رحت قبل هالقضايا قبل 16-17 سنة، يقول عزمت إلى دعوة ورحت رانت في الدعوة، وأنا أدري دعوة بهائية، هو كان يقول أنا أدري دعوة بهائية، أنا هذا أشوف شكو
فرحت في الدعوة شفت على أنه جماعة وكذا وبيبسيوم وندورما وبوضة ولا صلاحات المعروف. يقول بعد ذلك قلت على أنه شنو هاي أي مناسبة هالدعوة؟ قالوا هالشاب اللي تشوفه كلمه. قالوا هذا شاب تاجر تجار أبو تاجر وام تاجر. هسه هو تبرع قربته إلى إلههم إلى الله أن يذهب إلى فلان منطقة في إفريقيا سنتين يبلغ مجانا ومن كيسه الخاص. احنا احتفلنا له. انت حقيقي شايف واحد من عندنا هالشكل؟ وهذا الانسان اللي نقل لي القصة صادق. واحد يقول انا قربة الى الله تعالى اريد اروح الى فلان منطقة في إفريقيا وابلغ لله. الحقيقة اي واحد يأتي من اي مكان من اصدقائنا من امريكا مختلف مدنها من انجلترا من اوهايو من معادي اي مكان فلان يقول جمعية بهائية نشفعكم في المكان. اي صديق انا شفته ويسأل لان اصدقائنا اقل تقدير 50,000 منهم يسافرون اذا رجعوا يسألوهم الذين يفهمون منهم الذين لا يفهمون يشكوا ما يفهم لماذا هالجمعية القليلة قولوا جواسيس امريكا. جواسيس امريكا انا ما سلموا وياكم جواسيس امريكا لكن امريكا يعتمد عليهم جوتفة يعني يعتمد على جاسوس كامبل يعتمد على جاسوس كازلان او يعتمد على جاسوس نشف يعتمد على جاسوس نشف. الواقع انه نحن لا ينفعنا ان نقول ان الحكومات لا تشتغل او متخلينا الحكومات هم ما كانت تخلي اليهود تكون حكومة راجعوا تاريخهم شوف بعض الحكومات هم ما كانت تخلي البهائيين تشتغل لكن هم فيهم فوق على قول العربي هم وراءهم اندفاع أما نحن وراءنا كسل خمول عدم حركة عدم تأليف عدم كتابة عدم أي شيء هذا الوضع اللي تشوفونه هذا هو الذي سبب تأخرنا. رجعوا في أحوال غاندي هذا الرجل المعروف بالتحرير الهند هذا كان يكتب بيده اليمنى هو يذكر في تاريخه قصة تجاربه مع الحقيقة يكتب بيده اليمنى ويكتب ويكتب يقول فرد الوقت أنا فكرت وغاندي يقول في كتابه قصة تجاربه مع الحقيقة عند كتاب ضخم يقول انا فرد مرة فكرت في انه انا اكتب بيدي اليمنى مثلا 5 ساعات او 6 ساعات واتعب وما اكتب هذا اسراف لوقتي ففكرت في ان اتعلم بيدي اليسرى ايضا اكتب واكتب على الاصح حتى لا اسرف وقتي فتعلم وكنت اكتب في هند الفتاة جريدة كانوا يصدروها جماعة المؤتمر اللي ضد الانجليز فكنت اكتب في هند الفتاة اسم الجريدة هند الفتاة حتى تكل يدي ثم كنت اكتب باليسرى حتى تكل فضاعفت كتابتي الى 12 ساعة نشوف كتاب قصة تجاربي مع الحقيقة 12 ساعة انسان يكتب حقيقة يخطل هذا الشيء وحده يخطل بس اذا كاتب فقط ومو وراءه مهام وحزب وجماعة وحرب مع الانجليز وهالقضايا المشهورة اللي غاندي كلكم سامعين ولهذا تمكن من شيء تمكن من اثبات نفسه حكومة الهند حكومة نهرو بعد غاندي جمع تراث غاندي وانا قرأت هذا الشيء في مجلة دعوة الحق الصادرة من المغرب انا ما شفت التراث نفسه وانما قرأت هذا الشيء في مجلة دعوة الحق التي تصدر من المغرب في العراق قرأته يقول حكومة نهرو في زمان نهرو كان جمع تراث غاندي فكان 300 مجلد بطبيعة الحال كل إنسان يريد التقدم هذا هو سبيل التقدم المسلمون ذاك اليوم تقدموا لأن هذا منهجهم المسيحيون في يوم ثاني تقدموا لأن هذا منهجهم المعادري يهود تقدموا في يوم لأن هذا منهجهم وعلى هذا المعدة وعلى هذه فقس ما سوى السيد البروجيردي أنا قرأت في أحواله الله يرحمه أنه في أيام طلبه لماذا من 20,000 طلبة يصير واحد سيد البروجيردي ما تفكرون في هذا الشيء واقع كان يقرأ درس في أصفهان كاتبين في أحوال هذا الشيء كان يخلي الكتاب في الرف
ويوقف يقف يطالع، لان الانسان يقعد يطالع يتاذى، اما يوقف لان المفاصل متمدده تاذيها اقل. وجربوا هذا الشيء، فكان يطالع احيانا من اول الليل يطالع الى اذان الصبح. راجعوا في احوال الشوف من اول الليل الى اذان الصبح، كان يخليه في الراس، لكن الوقت كهرباء ماكو، الاغذيه النفطيه كانت فيخليه يطالع الشيء. الامام امير المؤمنين في الروايه اكو من الاغسال المستخبه غسل التنشيط في الليالي البارده، مصدره الامام امير المؤمنين، لانكم في الحديث الامام كان يسخر بالعباده مع تلك الابعاد الهائله في النهار، فاذا اخذه النعاس ذهب اغتسل حتى الغسل يطرد منه النعاس وياتي للعباده. الغسل في الليالي البارده للتنشيط للعباده، هذا من الاغسال المستحب شرعا، مصدره الامام امير المؤمنين. الذين متأخرون ذنبهم هم، وإلى الله قال كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. عبد الهادي أحد المراجع في النجف الله يرحمه، كان ابن عمي والزوج عمتي، هذا ينقل يقول احنا في أيام الطلبة كنا في يوم الخميس والجمعة من أول الليل إلى الصباح نباحث، يعني الكتاب اللي قرأناه احنا جماعة طلب نصير نروح للغرفة من اول الليل الى الصباح نباح في ايام الوطن بطبيعة الحال، من اول الليل الى الصباح عندما يباح، يعني هذا شنو يقول هذا شنو يقول هذا شنو يرد، مناقشات علمية وكذا وشو صار مرجع. كل تقدم وكل متقدم هذا سبيله الحركة، سبيله النشاط، سبيله العمل، سبيله الاجتماع، سبيله الفكر. أما الجماعة الله يعطيهم زمام الدنيا اعتباطا، هذا ما يكون. من يوم آدم الله ما أعطى زمام الدنيا لإنسان اعتباطا، وإلى يوم القيامة الله لا يعطي زمام الدنيا اعتباطا لإنسان أو لأناس. نحن بحاجة إلى حركة دائبة في كل الأبعاد، الأبعاد التأليفية، الأبعاد العملية، الأبعاد الخطابية، الأبعاد التكوينية، الأبعاد التأسيسية، كله في كل ولا يتقدم ولا يهيب. الله سبحانه وتعالى أم متأخرة هو عنده شعبة وهي أم متأخرة، ويشوفها أم متأخرة أيضا، نحن أم متأخرة لا. من 100 مليون مسلم ولا بهم اي فائده، هم ياكلون ويشربون ويمشون ويسافرون ويتزوجون ويركبون، وشنو النتيجه؟ على قول ذاك الشاعر كنا نقرا في المغني يقول: ولقد نهزت مع الغواة بدلوهم واسمت رأس اللاحظ حيث اساموا، وبلغت ما بلغ امرأ بشبابه فإذا أصارت كل ذا أذام، أصارته التأخر وأصارته الفك، أصارت غير العاملين التأخر وأصارته الانكفاخ، الدنيا تكفخهم والآخرة أيضا تكفخهم، لأنكم في الحديث لا ناصر لهم في الأرض ولا في السماء. الآن حقيقة احنا ما عندنا ناصر لا في الأرض ولا في السماء، لأن صدق سيل من الأدعية يتوجه إلى الله تعالى لا يتحجر سيل من الأدعية. فلد واحد القضايا الأخيرة في العراق اللي كنا، كان توصل من الإمام أمير المؤمنين وبكاء، كما يبين كان أهل أيضا حتى يرى هذه الرؤية، ولو رأى مو حجة، احنا عندنا غير الرؤية وهي حجة. رأى الإمام في المنام، شاف في حرم الإمام أكو جواني خشاب غنية متروسات، فلن يمنى للسبب سأل قال هذني شنو؟ قال هذني أدعية المؤمنين، فلوش بالجواني؟ قال لأنها ما ترفع بقية بالفعل لما رفعت، لأنها إذا كانت رفعت ما كان يضطهدون بالطهر ما رفع. هذا الحديث قال له: فلم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء، وسأل ما رفع. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، في عوامل بلغ وحسن قرأنا هذا الشيء.
الكلام الطيب هو يصعد، والعمل الصالح ثقيل يحتاج الى اصعاد. ولهذا اختلاف في التعبير، اليه يصعد الكلم الطيب، الكلام الطيب هو يصعد، لكن والعمل الصالح يرفعه، يعني له ثقل. الان نقول فلان انسان ثقيل، فلان انسان له وزن، الله يقول العمل الصالح الشكل فيحتاج الى ثقل حتى يرفع، لكن لا كلم طيب ولا عمل صالح. وسخر لكم النتيجة في كلمة موجز، أننا في الحقيقة إذا أردنا التفاف الناس حول الدين والفضيلة والإيمان يحتاج إلى العمل اللانهائي. شو وقت ما صار عملنا مثل عمل اليهود، لكن الوقت الله ينصرنا على اليهود، فان عمل كتبال عملكم نصرة الله، هذا هو. أما شو وقت عملنا أقل من أعمالهم حتى جزء من ألف جزء ما يصير، الله مستحيل ينصرنا، مستحيل. إسرائيل 600 قسم سلاح يصنع، وكل البلاد الإسلامية 10 أقسام سلاح ما يصنع، وكل إسرائيل يصنع أحدث الطائرات، أحدث الطائرات، يعني أحدث من طائرة أمريكا وأحدث من طائرات فرنسا، لأن ركب طائرتين فصار أحدث الطائرات العالمية، ومليونين ونص، و800 مليون مسلم أغنام، 10 أقسام ما يصنع، 10 أقسام ما يصنع. قف عن متأخرين هؤلاء. نحن بحاجة إلى عمل دائب دائب وحركة دائبة دائبة في كل الأبعاد، لكن يوم من الممكن فعسى، لأن الله سبحانه وتعالى أيضا لا يحسب على نفسه، في آيات كثيرة من القرآن يقول فعسى، عسى يخلي أيضا، يعني مو قطع الموجود. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وإن تعدوا نعمة الله وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لكن إن الإنسان لظلوم كفار يظلم نفسه ويكفر بنعم الله تعالى. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.